أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأمثال فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينصرون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون. يا حسرة على عباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نكسب في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا واتي الله قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إِنَّ أَمْرَهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ المصطفى المختار خير الخلائق شموس الهدى أقمار علم الحقائق نعوذ بهم من كل باب وحاسد ومن شر نافات ومن شر واسق ومن شر ذي حقد ومن شر مبذل ومن شر إبليس ومن شر واسق نسيم سلام لطفكم وحنانكم إلى داركم يا سادة الخلق شارق لئن طيب الدنيا علي خيرني بتعبيدكم يا سادتي خير رائق وصلى على طه وعقلته رضا اله الورى ما زال لا لا اشاركي ألم عابدي لله عظم المصائب بغيبات داع حاز على المناصب لقد كان سيف دين شمس دعاة آلقا لقد كان سيف دين شمس دعاة آلقاها جميعا خذه أعلى المناقب نسيم صبايا بمذرى قبر طاهر خضام ندى معطي المنى والرغائب سقى بصلاة الله طه وآله الرضا ودعاة ستر قطر سحائب ألم عابدي لله غدنا شدائدي بغيبات داع كان غير المسائل فيما صبابا لغسلامي إليهما وعد منهما غير الغرين الأوائل منهما لم يقعد فدوروا إليكم يتلقيت يا سيد الشهداء خامس أهل الكساء على عظيم بلائي نالك في كربلاء طول زمان بكائي قال فتى يا حسين يا سيد الشهداء واكشف بهم كرباتي ضاعف بهم بركاتي بادل بهم سيئاتي جامعها حسناتي يا ربي اسمع دعائي قال فتى يا حسين يا سيد الشهداء ملك الحسين بكربلاء ملك الحسين بكربلاء نصف الحسين بكربلاء نصف الحسين بكربلاء أبكيك مولاي الحسين أبكيك مولاي الحسين مولاي مولاي الحسين
يا تجدني تجد الله حسين ولا بما بدل الله حسين وفى بما بعد الله حسين وشهادتني بدل الله حسين أبقيك مولاي الله حسين أبقيك مولاي الله حسين مولاي مولاي الله حسين یا حسینا پر ہمیں قربان چھے قربان چھے یا حسینا نی ندا ایمان نی پہچان چھے یا حسینا پر ہمیں قربان چھے قربان چھے جو جہاں اوپر مولانا گھنا احسان چھے ذکر سی اہنی صدا ہر دل نے اطمینان چھے یا حسینا پر ہمیں قربان چھے قربان چھے فجر ماں بھی یا حسینا سانج ماں بھی یا حسین رات ماں بھی یا حسینا احسن الالحان چھے فجر ماں بھی یا حسینا سانج ماں بھی یا حسین رات ماں بھی یا حسینا احسن الالحان چھے یا حسینا پر ہمیں قربان چھے قربان چھے شمر یہ آوی نے ٹھوکر نے ماری حلق پر کی دو خنجر نے جاری شہ یہ کہیو کہ اٹھ اے ناری بوتھی چھری یہاں نہیں چلے تاری شہ یہ دعا او سجدہ ماں کی دی شہ یہ دعا او سجدہ ماں کی دی شمر یہ گردن اتاری لی دی شمر یہ گردن اتاری لی دی قرآن ناطق نے شمر یہ پھارا دنیا سی سرور ہائے سدھارا مہر نے ماہ تھیا چھے اندھارا بچھرا حرم سی سبنا سہارا زینب پکارا ہائے حسینا زینب پکارا ہائے حسینا اے مارا ما جایا بھائی حسینا اے مارا ما جایا بھائی حسینا حزن أذاب جوانحي وفؤادي حزن أذاب جوانحي وفؤادي وأسال دمعي مثل فيض الوادي وأسال دمعي مثل فيض الوادي قتلوا الحسين ابن الوصي ونجله سبط النبي الهاشمي الهادي قتلوا الحسين بن الوصي ونجله سبط النبي الهاشمي الهادي
حسينا آه 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 حسينا يا يوم عاشورا لقد هيجت لي أسفا يردد لوعاتي وسهادي يا يوم عاشورا لقد هيجت لي أسفا يردد لوعاتي وسهادي آه حسينا 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 آه اللہ نہ دائی نبینا پیارا بنی فاطمانہ فلکنا ستارہ واتو نہ گلشن جے سوارا جی روحانی بابا نے ماچے ہمارا اے مولا محمد ہمارا سہارا ہم نے منہ کی نے آقا ستارا ہم نے منہ کی نے آقا ستارا علیک صلاۃ علیک سلام علیک صلاۃ علیک سلام چھ برہان دی سیف دین برہان دین تو برہان دی چھے دعائے حسین نہ در سمی چھے حسینی ذکر نہ یہ نور مبی چھے فدا شہ نہ اوپر صدا منہ میں نیچے مولا محمد ہمارا سہارا ہم نے منہ کی نے آقا ستارا ہم نے منہ کی نے آقا ستارا علیک صلاۃ علیک سلام علیک صلاۃ علیک سلام کے مبھولی سے برہان دی یہ مولا نہ چہرہ نے روشن جبینے ہمت نی دعوت نہ رکنے رکینے نبینا برادر خدا نا امینے مولا محمد ہمارا سہارا ہم نے منہ کی نے آقا ستارا ہم نے منہ کی نے آقا ستارا علیک صلاۃ علیک سلام علیک صلاۃ علیک سلام دین و دنیا میرے حضور سے ہے میری عقبہ میری عقبہ میرے حضور سے ہے میرے حضور سے ہے مانگو مانگو بقائے سیف خدا مانگو مانگو بقائے سیف خدا فضل رب کا فضل رب کا میرے حضور سے ہے میرے حضور سے ہے جاری رکھنا نظر غلاموں پر جاری رکھنا نظر غلاموں پر عرض ادنا عرض ادنا میرے حضور سے ہے میرے حضور دین و دنیا میرے حضور سے ہے وظائفنا تسبیح اسمائکم ایا بن المصطفى دابا ونعم الوظائف بتاييدكم نستيع درس علومكم وتقوى على تقوى قبانا ضعائف وطول الهي عمر سيف لدينك الذي حاز من غر شؤون افانينا فابقاه رب العرش في كل نعمه واعداؤه بالنار جبهاتهم تكوى فصلى على طه وعترته الاولى هم النعمه العظمى هم الغايه القصوى.